العودة بعقارب الزمن إلى الوراء حلم يراود البشرية جمعاء للتمتع بشباب دائم وبشرة نضرة وصحة جسدية قوية. اليوم يعلن باحثون أمريكيون عن نجاح تجاربهم المخبرية على الفئران في عكس الشيخوخة والتصدي للأمراض المرتبطة بها. علماء جامعة هارفارد الأمريكية نشروا ورقة بحثية تظهر مزيجاً من الأدوية والمركبات الكيميائية التي يمكنها عكس الشيخوخة في زمن قصير. ووفق الورقة البحثية فإن تجديد الخلايا وعكس العمر إنجازان قابلان للتطبيق عن طريق وسائل كيميائية ودوائية وليس فقط عن طريق العوامل الوراثية أو الجينية. وفي تفاصيل التجربة فإن الباحثين ركزوا على عوامل الخطر التي تفقد بها الشفرات الوراثية خواصها مع تقدمها في العمر، ووجدوا أن تجديد الخلايا داخل العضلات والأنسجة وبعض الأعضاء بمزيج من مركبات كيميائية معينة يمكن تطبيقه من دون محو الهوية الخليوية أو التركيب الجيني للخلية نفسها. ووفق الباحثين فإنهم قاموا بإعطاء الفئران مزيجاً كيميائياً يحتوي على عوامل تسمى بعوامل يمنكة التي تستطيع تحويل الخلايا البالغة لخلايا فتية من جديد. ويرى العلماء أن التحدي الكبير يكمن في تقييم تلك التجربة بشكل جيد لمعرفة مدى سلامتها وعدم تحول تلك الخلايا لخلايا سرطانية، مع تأكيدهم على أن التطبيق الفعلي على البشر سيكون بعيداً جداً في الوقت الحالي.